أهلا بكم. من كثرة أجراس الخطر التي تقرع صار من الصعب إحصاؤها، لكن لا خلاف على أن أكثرها سخونة هي بين روسيا والغرب، وهذا ما لا يخفيه الطرفان ولا تنكره أوكرانيا ولا تنفيه الأمم المتحدة. فما القصة؟ اليوم قال الكرملين إن العلاقات بين روسيا والغرب وصلت إلى مرحلة المواجهة، محملا الأمريكيين والأوروبيين مسؤولية ما آلت إليه الأمور في وقت يستعد الجيش الروسي للبدء في تصنيع أسلحة دقيقة وحديثة لردع الخصوم. تحذيرات الروس مسموعة جيدا في عواصم أوروبا، فقادة الغرب يسعون إلى تغليب لغة الحوار على الرغم من التزامهم بتسليح أوكرانيا. فتارة يتحدث الرئيس الفرنسي عن ضمانات أمنية لروسيا، وتارة يطالب المستشار الألماني أولاف شولتز الرئيس الروسي بالجلوس إلى طاولة الحوار، وتارة ثالثة يدعو الرئيس الأمريكي الكرملين إلى التفاوض. للنيتو أيضا موقف مشابه وإن بدا أقل فاعلية، فهذا الأمين العام للحلف يانس ستولتنبرغ يقول إن النيتو وبشكل يومي يبذل قصارى جهوده لمنع المواجهة المباشرة مع روسيا والوقوف دون اتساع رقعة الحرب في أوكرانيا. لكن ومع استعداده للتفاوض، يعلم النيتو أهمية البحر الأسود لروسيا ويستغل وجود رومانيا ضمن الدول المطلة عليه، فينشر في سواحلها منظومة دفاع جوي متوسطة المدى ويناور فوق سماء البحر الأسود وينفي التحضير لمواجهة ضد روسيا، لكنه لا يستبعد ذلك إن لزم الأمر. وفي هذا السياق نتذكر معا المناورات والاستعدادات العسكرية للنيتو في البحر الأسود. نتابع. تقر موسكو بأهمية البحر الأسود بالنسبة لها، أما النيتو فالأمر أكثر من مجرد اهتمام. هناك ينفذ حلف شمال الأطلسي مناورات وتدريبات عدة، أبرزها نسيم البحر التي وصفت نسخة عام 2021 بأنها الأكبر منذ الحرب الباردة، لكن النسخة المقررة لعام 2022 لم تحصل بسبب اندلاع الحرب في أوكرانيا. ليس فقط على صعيد المناورات، فالأمين العام لحلف شمال الأطلسي يينس ستولتنبرغ أكد أن الناتو يدرس إمكانية إرسال مجموعات قتالية إلى منطقة البحر الأسود، لكنه استدرك بأن أي قرارات بهذا الشأن لم يتم اتخاذها بعد. عين الناتو على الدول الأعضاء الواقعين قبالة روسيا هناك، على رأسهم رومانيا التي اعتمدت ما يعرف بالاستراتيجية الدفاعية الوطنية الرومانية للأعوام 2020-2024، والتي تصف روسيا بالتهديد الحقيقي وتعتمد نظاماً قادراً على منع الدخول إلى البحر الأسود بغية موازنة تطور قدرات حلف الأطلسي على الحدود الشرقية. العاصمة الرومانية بوخارست استضافت نهايات نوفمبر وزراء خارجية دول حلف شمال الأطلسي الذين ركزوا في نقاشاتهم على أهمية البحر الأسود بالنسبة للتحالف وطرق تعزيز حضورهم فيه. الحلف يعمل على التعزيز فعلاً. آخر تحركاته في هذا المجال تجسدت بدعم قدرات المراقبة الجوية على طول ساحل البحر الأسود الممتدة قبالة روسيا ونشر منظومة دفاع جوية في رومانيا، لكن هذا كله لم يمنع من استمرار التنسيق بين روسيا وحلف الناتو بخصوص توخي الحذر في البحر الأسود لتجنب حالات النزاع ومنع اقتراب السفن من بعضها لمنع وقوع الحوادث. عند الحديث عن البحر الأسود تطرح تساؤلات كثيرة عن أسباب تحوله إلى نقطة تماس مباشر بين روسيا وحلف الناتو. لماذا وعلام كل هذا الاهتمام؟ أما الإجابة فيكمن حصرها بموقع البحر الأسود ودوره في أمن الطاقة وأسباب أخرى. منذ أيام روسيا القيصرية ثم الاتحاد السوفيتي وما أعقبه من انهيار حتى صعود الرئيس الروسي فلاديمير بوتين إلى السلطة، ظل البحر الأسود في عيون موسكو عمقا حيويا واستراتيجيا. الأسباب كثيرة، فهو الطريق البحرية الرئيسة التي تربط أوروبا الشرقية بآسيا الوسطى والقوقاز بالبحر الأبيض المتوسط، كما أن روسيا التي تملك سواحل طويلة في مناطق مختلفة على امتداد حدودها تبقى سواحلها على البحر الأسود الوحيدة التي لا تتجمد في الشتاء، ما يضمن تدفقا مستمرا لنحو 90% من صادراتها.
والحديث عن الصادرات يقود إلى النفط ويقود إلى الغاز، اللذين تحتل روسيا مكانة متقدمة في تصديرهما عالميا، ولطالما كان البحر الأسود ممرا لعبور ناقلات النفط وخطوط الغاز الروسي مثل بلو ستريم وتورك ستريم. البحر الأسود يحتل كذلك موقعا بارزا في التجارة النفطية العالمية، فبالإضافة إلى كونه منفذا للنفط الروسي، بات أيضا منذ أواخر التسعينيات أحد طرق تصريف النفط الذي تستخرجه الشركات العالمية من بحر قزوين المغلق. لكن أهمية البحر الأسود الاستراتيجية لا تنحصر بكونه ممر عبور لصادرات النفط والغاز، فأعماقه زاخرة باحتياطيات جعلت الحديث يكثر عنه بشدة، لا سيما في الأوساط التركية. فوفق التقديرات يحتوي هذا المسطح على احتياطيات قابلة للاستخراج تبلغ 10 مليارات برميل من النفط الخام وتريليوني متر مكعب من الغاز الطبيعي. هذه الكميات الضخمة جذبت اهتمام الدول المطلة عليه للتنقيب، لا سيما تركيا التي أجرت عمليات بحث عدة خلال السنوات الماضية، وهذه العمليات أفضت إلى اكتشاف حقول أبرزها سكاريا الذي سيبدأ العمل فيه العام المقبل، بطاقة إنتاجية سنوية أولية تبلغ 3 مليارات و500 مليون متر مكعب من الغاز. ليس هذا كل شيء، فالبحر يسخر بإمكانات جيوستراتيجية جعلته منطقة صراع محتملة بين روسيا وحلف الناتو بالذات، وتجلى هذا الأمر منذ عام 2004 عندما انضمت كل من رومانيا وبلغاريا إلى الناتو ليدخل الحلف كشريك في البحر، إضافة لوجود حصة لتركيا العضو منذ عام 1952، لكن التوتر أخذ أبعادا أخرى بعد الحرب الأوكرانية. بالعموم وقبل هذه الحرب كانت دول حلف الناتو التي لا تقع على حدود البحر الأسود تقوم بدوريات في مياهه بشكل متكرر، لكن تركيا جمدت هذا الوضع بعد اندلاع أزمة أوكرانيا عبر تفعيل اتفاقية مونترو لعام 1936 التي تتيح لها إغلاق المضائق بين البحر المتوسط والبحر الأسود أمام أي سفن حربية ليس لدى دولها ميناء رئيسي هناك. لكن روسيا وقبل بدء غزوها لأوكرانيا قامت بإدخال جزء كبير من أسطول بحر الشمال إلى البحر الأسود، إلا أنها حاليا لا تستطيع أن تدخل أو تدخل أي قوات بحرية خاصة تلك التي تتمركز في ميناء طرطوس مثلا في سوريا، على اعتبار أن هذا الميناء هو الأقرب للدخول إلى البحر الأسود. الناتو بدوره لا يستطيع جلب سفن حربية إلى البحر بموجب القرار التركي، لكنه يعول لردع روسيا على ما يملكه من بنى تحتية في الدول المطلة عليه، لا سيما كما ذكرنا بلغاريا ورومانيا. فعلى مدى سنوات أسس مطارات عسكرية في البلدين، وقام بنشر قوات وعدد من القاذفات مثل B-52، ونشرت الولايات المتحدة فيها قنابل نووية تكتيكية كنوع من الردع العسكري، وهذه معطيات تجعل الوضع قابلا للانفجار في أي لحظة على الرغم من هدوء المياه. إذن ملفات عدة سياسية وأمنية أسهمت في تعميق هوة الخلاف بين روسيا وحلف الناتو. ما أبرز تلك الملفات نتذكرها في هذا التقرير. We'll be right back.
إذن كيف نقرأ ونفهم تحركات الناتو في البحر الأسود وما احتمالات الرد الروسي عليها؟ أذهب بهذه الأسئلة إلى ضيوفي من موسكو عبر الأقمار الصناعية، السيد غريغوري تروفيمشوك باحث في السياسة الخارجية والأمن والدفاع، من لندن عبر زوم الدكتور باتريك بيروي محاضر أول في الدراسات الاستراتيجية والدفاع في جامعة باث ومحلل سابق في الناتو، ومن القاهرة عبر الأقمار الصناعية ينضم إلي أيضا اللواء الدكتور سيد هنيم زميل أكاديمية ناصر العسكرية وأستاذ زائر في الأكاديمية العسكرية الملكية في بروكسل. مرحبا بكم ضيوفي الكرام. أبدأ معك دكتور باتريك، بداية لماذا ينشر الناتو نظام دفاع جوي في رومانيا على سواحل البحر الأسود الآن؟ لماذا تكثيف التجهيزات والتدريبات والتواجد العسكري في الدول المطلة على البحر الأسود تحديدا اليوم؟ مساء الخير. الواقع أن حلف الناتو وفرنسا هي الحليف الأساسي في الناتو التي أرسلت هذا النظام في مايو 2022 كرد للغزو أوكرانيا، وهذا في رومانيا لأن ليس لديها القدرات نفسها مثل الحلفاء الآخرين. وهذا النظام إذن متوسط المدى وهي من بين الأنظمة الأفضل في السوق، لذلك أرسل هذا النظام ضمانا لأمن المنطقة الشرقية ورومانيا، وكان ذلك نتيجة مباشرة للغزو الروسي لأوكرانيا. سيد غريغوري، من جهتها موسكو كيف تقرأ هذه التحركات على البحر الأسود وكيف باعتقادك ستقابلها؟ كيف سترد عليها؟ ما احتمالات الرد الروسي عليها الآن؟ بطبيعة الحال موسكو تتابع وتراقب هذه النشاطات بالإضافة إلى تصريحات أخيرة لمسؤولي الناتو وكل ما ينتج من طرف الغرب. وفي هذا السياق أعتقد أن منطقة البحر الأسود بمثابة منطقة المسؤولية ومنطقة الرقابة الشديدة من طرف حلف الشمال الأطلسي، وبطبيعة الحال أيضا هذه المنطقة لا يمكن أن يتم النظر فيها بعيدا عن كل الخارطة الجيوسياسية بما في ذلك للخارطة العسكرية في أوكرانيا. أعتقد أن ناتو سوف يسعى لعرقلة أي نشاطات عسكرية لروسيا في كل من منطقة البحر الأسود وأيضا في بحر البلطيق، ولكن بالحديث عن البحر الأسود والأوضاع العسكرية الحالية في هذه المنطقة فنحن يجب أن نعيد النظر إلى دور رومانيا. نحن نرى ثلاث حجرات أساسية، ثلاث مكونات رئيسة للبنية التحتية للناتو، وبطبيعة الحال أقصد رومانيا وتركيا ورومانيا. بالنسبة لتركيا أعتقد أن إردوغان يجب أن يتوخى كل الحذر، فكما يبدو فإن قيادة الناتو بما أن تركيا عضو مهمة لهذا الحلف فإن أنقرة تم منح لها دور خاص، فنحن نتحدث عن دور الشرط الطيب، فإن تركيا قد تتعاون مع روسيا الاتحادية إلى درجة ما بغة تسوية بعض المسائل بما في ذلك المسائل الإنسانية والاقتصادية، المسائل التي لا يمكن أن تشارك في حلها كل من رومانيا وبولندا في الحوار مع موسكو. فلذلك الناتو وبشكل تقني وعسكري تتجه إلى موسكو وتتوسع إلى الحدود الروسية. نعم. الآن بكل الحذر بخطوات صغيرة ومحتسبة عبر اختبار سيناريوهات الرد لروسيا الاتحادية، ونحن نرى كيف يسخن هذا الجدول هذا المنحنى لتوسع الناتو. ولهذا السبب أنا أعتقد أن الأوضاع سوف تتدهور في المستقبل القريب. وردا على سؤالكم بشأن ما هي سيناريوهات الرد الروسي، فأنا باعتقادي أننا يجب أن ننظر إلى مختلف الاحتمالات. فالآن روسيا من وجهة نظر الناتو قد ردت وقدمت الرد
عبر هذه العملية العسكرية في أوكرانيا. وبالحديث عن أسلحة جديدة، الأمر الذي أشار إليه ديمتري بيسكوف، فكما يبدو لي وأنا كنت أتحدث عن ذلك حتى قبل بداية العملية العسكرية الخاصة وفي 2021، أنا أعتقد أنه بما أن هناك سلاحا لدى طرف من طرفي هذه المواجهة الجيوسياسية، فنحن لا يجب أن نتحدث كثيرا عن وجوده، وإذا كانوا يريدون تطبيقه فبإمكانكم أن تفعلوا ذلك لنتيجة نفسية، ولكن نحن لا يجب أن نكشف بمختلف الحلول العسكرية لوزارة الدفاع الروسية بالإضافة إلى الصناعة والتصنيع العسكري الروسي، وإلا فإن الطرف المقابل سوف يأخذ ذلك بالحسبان ومع كل السخرية للأسف الشديد. أعتقد أن هذه التصريحات لم أنه تم الكشف من قبل الكرملين عن يعني طبيعة الأسلحة التي يتم تطويرها. بكل الأحوال أذهب للدكتور سيد. دكتور سيد، بينما تتراوح أو تراوح المعارك على الأرض في أوكرانيا مكانها إلى حد ما يعني استراتيجيا، هذا الناتو إذن يدعم جهوزيته ويكثف وجوده عسكريا على البحر الأسود. ماذا تقرأ ميدانيا من هذه التطورات؟ وبرأيك أين وصلت هذه الحرب في هذه المرحلة؟ وإلى أين هي متجهة على ضوء هذه المعطيات؟ أهلا وسهلا فندم. أراها بصراحة أحد احتمالين حتى الآن. الشكل تحول من انتزاع المبادئة والسيطرة على الموقف العسكري على الأرض في الأراضي الأوكرانية في المرحلة الرابعة، أنا ما سميها كذلك يعني الحالية على الأرض، حتى المرحلة ما بين المرحلتين الثالثة والرابعة. على مستوى الناتو أعتقد أن هو الآخر بينظر لانتزاع المبادئة الجيوستراتيجية، بمعنى أو امتلاك السيادة على البحر الأسود. بمعنى إيه؟ روسيا اللي أنا لاحظته كان من أهم ارتكازات القوة للقوات المسلحة الروسية والدولة الروسية بشكل عام كقيادة سياسية وعسكرية هو البحر الأسود. البحر الأسود هو سيطرة عسكرية، سيطرة اقتصادية، سيطرة على تصدير الحبوب والحركة الملاحية التجارية الرئيسية لدول منطقة البحر الأسود بالكامل. حضرتك عرضت في التقرير نقطة مهمة جدا، أن روسيا تنظر إلى البحر الأسود، ما معناه؟ أنه هيمنة روسية، أما الناتو وباقي الدول المطلين على البحر الأسود يروا أنه هو بحر ذو سيادة دولية من عدة دول أخرى. أعتقد الموقف بدأ يتحول في هذا الاتجاه. أما موضوع أن يعني تزويد رومانيا بهذه الأسلحة، أوجه النظر لنقطة مهمة جدا يا فندم، أن ده من ضمن السياق بتاع اللي هو الخاص بتزويد الدول المتاخمة لروسيا بأسلحة ترفع من قدراتها بصفتها دول ناتو ضمن خطة الناتو. ونلاحظ أن الدفاع الجوي هي أسلحة دفاعية في الأساس وليست أسلحة هجومية، ففي إطار الخطة الموضوعة. أما في نفس النقطة برضو فندم، كان الصواريخ دي من طراز اسمه سامب، ودي إيطالي فرنسي، وفرنسا عملت عليها تجارب في الشهر الأخير. وأعتقد أن رئيس وزراء إيطاليا الحالية، رغم أن كان في اتفاق يعني مبدئي ما بين أوكرانيا وإيطاليا وفرنسا على إمدادهم بصواريخ سامب اللي هي ذات كفاءة عالية جدا للمدمات المتوسطة، خاصة ضد صواريخ ذو الفقار الإيرانية، إلا أن حصل شيء يبدو أنه شيء من المماطلة أو التطويل أن أوكرانيا تاخده، فوضع في رومانيا، لأن رومانيا تركيا مش محتاجة طبعا، تركيا دولة قوية جدا وبجوارها بلغاريا، أما رومانيا ففعلا كما ذكر زميلي من لندن تحتاج ل يعني تزويدها. النقطة الأخيرة هنا بقى فندم، وهو الاحتمال الثاني، وهو استراتيجي عسكري، أن قد يكون هناك خاصة بعد أن القوات الأوكرانية بدأت تهاجم ماليوبول لمرة ثالثة أو رابعة مع بعض النجاحات البسيطة وحصل خسائر، معرفش الوضع على الأرض إيه دلوقتي، لسه ما فيش أنباء كبيرة. أما ماليوبول ده بينبئ بشيء، الهجوم على ماليوبول دي في زاباروجيا في حالة نجاحها، فده يؤثر جدا على الخرسون، يؤثر على القتال في كريميا، مع أن روسيا حاليا بترفع الدفاعات في شبه جزيرة القرم. هذا معناه أن التركيز على البحر الأسود يعني قد يكون في أحداث مقبلة، الله أعلم ستكون إزاي حالة القوات الأوكرانية الوصول من ماليوبول. في نقطة هنا فندم، هناك نوعين من النصر، النصر العسكري أكثر أم النصر السياسي أكثر؟ في وجهة نظري النصر في اتجاه الجنوب هو سياسي أكثر،
حتى لو نجحت أوكرانيا في استعادة شبه جزيرة القرم، هو أمر صعب للغاية عسكريا على الأرض، يعني أسباب كتير جدا. أما النصر العسكري الحقيقي فهو في اتجاه دونباس، لكن الذي يحقق الحسم الحقيقي هو الذي في اتجاه دونباس، ده من وجهة نظري. طيب دكتور باتريك، ما رأيك بما قاله دكتور سيد؟ يعني ربما اليوم في احتمالين، أنه بداية امتلاك السيادة على البحر الأسود من قبل الناتو، نظرا لربما المخاوف التي تعتري الناتو اليوم مما يمكن أن يشكل هذا البحر الأسود من قوة ومن دعم استراتيجي لروسيا، وأيضا ما قاله وذكره على أنه في هذه المعارك التي تجري في الجنوب الأوكراني، وربما اليوم البحر الأسود أيضا يعني كل الأنظار تتجه إليه لما له من أهمية في هذا الاتجاه. هل تكون خطوة الناتو اليوم ربما تمهيد لخطوات أخرى تعزز حضور الناتو ودول الناتو في البحر الأسود لكل هذه الأسباب؟ أنا لا أعتقد أن هناك زاوية جيوسياسية، أعتقد أنه تم نشر هذه الأنظمة الدفاعية بطلب من حليف من الناتو تحسبا لأي هجوم من روسيا كدولة جارة، وهناك إذن اهتمام بتوازن القوى وضمانات تطمئن الحلفاء في الناتو. طبعا البحر الأسود مهم جدا، خاصة للمعلومات الاستطلاعية، وإذا ما نظرنا مثلا في رحلات ناتو لجمع المعلومات حول القوات الروسية التي تحارب في أوكرانيا، وأنا أوافق مع ما قاله الضيف الكريم، قد يكون من الصعب استعادة القرم عسكريا. يمكن أن نرى أن القوات الروسية تستعد للدفاع، وهناك من قال أن الخنادق هي الأهم في الدفاع، ولكن الأمور تغيرت برأيي، لأن إذا كان هناك قدرات دقيقة عالية الدقة يمكن قيام باختراقات في الأماكن الهامة وبعد ذلك إرسال القوات. هذا ما يجب مراقبته في الربيع. وأعتقد أن الدكتور سيد محق فيما قاله حول دونباس أيضا، وعلى الأرجح أوكرانيا تحاول أن ترى إذا ما كانت قادرة أن تقوم بضربات عملية أو في العمليات. وهذا الربيع سوف نرى من كان جاهزا في الشتاء ومستعد للاستمرار، وأعتقد أن أوكرانيا سوف تتمكن من التوجيه ضربات تشغيلية كبيرة لروسيا، وروسيا سوف تحاول أيضا أن تشكل أو توجه ضربة لأوكرانيا، وهذا سوف يحسم المعركة في الصيف. وطبعا في موازاة ذلك هناك جهود سياسية من فرنسا وألمانيا وغيرها، وهناك الكثير من التصريحات من روسيا أصلا والخطاب أيضا والخطاب حول استخدام القدرات النووية، وبالتالي هناك تقدم في الكواليس سياسيا، ولكن الجميع يراقب المعركة في الصيف المقبل. هذه نقاط جدا مهمة سنتابع الحديث فيها، ولكن بعد فاصل قصير أرجو التفضل بالبقاء مع ضيوفي الكرام. أنتم أيضا مشاهدين ابقوا معنا، إذن بعد فاصل قصير نعود نتابع النقاش إذن والحديث في تحركات الناتو في البحر الأسود. قرأنا طبعا الخلفية، قرأنا الهدف، ربما قرأنا المعاني، ولكن لنستقرأ النتائج ربما بعد الفاصل. ابقوا معنا. أهلا بكم من جديد. تعتبره روسيا حائط صد على حدودها الجنوبية، برز تأثيره الكبير خلال الحرب الأوكرانية. فيما يلي نستعرض إمكانات أسطول البحر الأسود وأبرز قواعده، ثم نستأنف النقاش.
تقع قيادته في شبه جزيرة القرم التي ضمتها روسيا عام 2014، هو أسطول البحر الأسود الروسي. أهم قواعده سيفاستوبول ونوفوروسييسك واتوابس. يضم هذا الأسطول ما يقارب من 47 سفينة حربية مختلفة وست غواصات هجومية وفرقاطات. السفن التي يتشكل منها الأسطول قادرة على العمل في البحار البعيدة والقريبة. تبلغ حمولة سفنه 28,011 طناً، فيما تبلغ سرعته القصوى 32 عقدة. توكل إليه مهمة أساسية وهي تأمين حدود روسيا الجنوبية. أجرى هذا الأسطول مناورات عسكرية وصفت بالأضخم شهر فبراير الماضي، شاركت فيه أكبر القطع البحرية الروسية. ومع نهاية أبريل تعرض أسطول البحر الأسود الروسي لخسارة كبيرة بعد غرق طراد موسكفا السفينة الرئيسية فيه. إذن مشاهدينا، قبل هذا الفاصل كنا نتحدث عن تحركات عسكرية جديدة وتجهيزات لحلف الناتو في دول تابعة طبعا للحلف مطلة على البحر الأسود، وأيضا يعني تحركات عسكرية مناورات وغيرها جوية فوق البحر الأسود، هذه تقلق طبعا موسكو. بالتالي تحدثنا عن الخلفية، قرأنا في معاني يعني وأهداف هذه التحركات، وأيضا تحدثنا قليلا عن احتمالات الرد الروسي، ولكن ما زال أمامنا الكثير من النقاط نتوقف عندها. لذا أعود وأرحب بضيوفي من موسكو سيد غريغوري، من لندن دكتور باتريك، ومن القاهرة اللواء دكتور سيد غني. مرحبا بكم من جديد سيد غريغوري. أذهب إليك مباشرة، قلت لي قبل الفاصل أنه على الأرجح الأمور ذاهبة إلى تدهور إضافي بين روسيا والغرب، طبعا ربما في أوكرانيا وربما خارج أوكرانيا. أفهم منك ماذا قصد الكرملين بداية، أنه العلاقة بين روسيا والغرب وصلت إلى مرحلة المواجهة؟ ماذا نتوقع أن يفعل بوتين الآن على ضوء كل هذه المعطيات، تحديداً على ضوء الجديد بما يخص البحر الأسود؟ هل نتوقع ربما تحركات روسية خارج أوكرانيا، داخل البحر الأسود، لا أعلم، في أماكن أخرى أقرب إلى دول حلف الناتو؟ ماذا نتوقع؟ بالحديث عن الاستراتيجية الواسعة من طرف الناتو وروسيا إزاء هذه المنطقة، فنحن لسبب ما ننسى عن دولة الجورجيا، بطبيعة الحال هذه دولة ليست عضوا في الناتو ولكنها تتجه إلى الانضمام لعضوية الناتو وذي خطوات عشوائية، ولكن نحن نرى أن هذه البلاد أيضا تقترب من فرصة الانضمام إلى الناتو كدولة كاملة العضوية. وبما أن دول الناتو والولايات المتحدة في إطار العلاقات الثنائية بين الولايات المتحدة وجورجيا وأيضا التعاون العسكري، بما أن الدول الغربية قد تستغل جورجيا، فإن منطقة البحر الأسود سوف تعود بشكل كامل للحلف، فلن يكون من المهم ما إن كان جورجيا عضوا كاملا العضوية للناتو أم لا. وأوكرانيا أيضا كما تعرفون ليست عضوا للناتو، ولكن هناك اعتراف ضمني بشأن أن هذه الدولة بمثابة قاعدة للناتو، فلذلك بالنسبة لروسيا سوف يتدهور الأمر وسيتعقد الوضع. وإذا كنا ننظر إلى الآفاق الاستراتيجية في العلاقات بين الغرب وروسيا، ففي هذا السياق أريد أن أنبهكم إلى إمكانية الحوار والتفاوض. فهل من الممكن أن نرى من منصة التفاوض، وكيف سوف، ما هو شكله الذي سوف تأخذه؟ أعتقد أن الولايات المتحدة كانت تتحدث مرارا وتكرارا بشأن الحفاظ على فرصة التفاوض مع موسكو لحال نضج الحديث عن المعاهدات الاستراتيجية، بما في ذلك المعاهدة الجديدة بشأن الترسانات الاستراتيجية. أعتقد أن هذا هو الموضوع الأساسي خاصة في سياق هذه المنطقة. ولكن بالحديث عن المناورات
الخيارات للنيتو، والأمر الذي أيضا قد يوسع من وجود الحلف في هذه المنطقة. والجورجيا أيضا قد تشارك في هذه المناورات، وكانت تشارك مرارا في مثل هذه المناورات أخيرا في السنوات الأخيرة. فنحن نرى نزعة خطيرة، وهذه النزعة تتمثل في تعزيز الحضور. وعلى سبيل المثال، إذا كان سابقا كان هناك مناورات حربية بين دول ما، على سبيل المثال بين أذربيجان وتركيا، وهي أيضا قريبة من منطقة البحر الأسود، فإن هذا لم يكن يسفر عن أعمال قتالية. ولكن في 2020 هذه المناورات قد أسفرت عن ما يسمى بالحرب في منطقة كارباخ بين أرمينيا وأذربيجان، فلذلك تزداد خطورة مثل هذه المناورات التي قد تسفر عن نتائج عسكرية. سيد غريغوري، نعم الوقت ضيق جدا، أذهب من كل هذه النقاط، أعذرني على المقاطعة، بسؤالي لدكتور باتريك. دكتور باتريك، نقطتان، بداية أين تقف تركيا من تعزيز القدرات العسكرية للناتو في البحر الأسود؟ نحن نعلم الحضور التركي وأهمية هذا البحر، وأيضا صلاحيات التركية الواسعة في هذا البحر. وثانيا هي نقطة ذكرها سيد غريغوري عن الحوار، هل ما يحصل اليوم من قبل الناتو هو ضغط غير مباشر باتجاه دفع بوتين إلى طاولة الحوار؟ أسئلة ممتازة. بالنسبة للسؤال حول تركيا، إحدى الأمور التي لم نتحدث عنها هي أهمية البحر الأسود لتصدير الحبوب من أوكرانيا، وكيف يؤثر ذلك على تركيا وعلى كل منطقة شمال إفريقيا وأجزاء كبيرة من الشرق الأوسط وأيضا أفريقيا. إذن هذه المنطقة هامة استراتيجيا، ورأينا المشاكل الناجمة عن الربيع العربي وكيف أثر ذلك على أسعار الغذاء في المنطقة جزئيا. وأعتقد أن استراتيجيا هي من بين الأمور التي يجب أن نراقبها ونعرف كميات الحبوب التي تخرج من هذه المنطقة. أما بالنسبة لتركيا وتعزيز التواجد، أعتقد أن تركيا راضية جزئيا عن زيادة القدرات في أو لدى دول الجوار مثل رومانيا، لأن هذا يضمن حرية الشحن غير العسكري، وهذا يعود بالفائدة على تركيا. وطبعا تركيا لا تود أن يتحول البحر الأسود إلى بحيرة روسية، وأي من الدول المشاطئة للبحر الأسود تود أن ترى روسيا تسيطر على هذا البحر. أما بالنسبة للحوار للتوضيح، ربما قد يكون هناك حوار، ولكن ربما يتم تجميد النزاع ويتم الاتفاق على إيقاف القتال، حتى إذا لم يتم الاتفاق رسميا على توزيع الأراضي وعلى التوصل إلى تسوية رسمية مثل الحرب العالمية الثانية مثلا. وإذا يكون هناك إيقاف للقتال ووقف إطلاق نار مثل كوريا الشمالية والجنوبية مثلا. سؤال أخير دكتور سيد، بقي لدي فقط دقيقتين، يعني باختصار إذا أمكن. نقطة مهمة، أمس كان بوتين يحذر من تصاعد مخاطر حرب نووية، هل تعتقد أن بوتين ما زال يفكر في هذا الخيار؟ يعني بعد كل الحديث عن أنه هذا خيار مستبعد وهذا خيار جنوني وغيره، وربما الوضع الآن هو الوضع الأمثل، الوضع المثالي لبوتين لكي يعني يطبق استراتيجية موسكو النووية التكتيكية التي نعرفها. تمام فندم، في رأيي الآتي، الخيار النووي ما زال مطروح. ويمكن أقول لك حاجة من وجهة نظري، هو ليس الخيار الأسوأ فيما هو أسوأ منه. الخيار النووي ما زال مفتوح، لسبب، لأن هزيمة روسيا لن يعقبها إلا ضربة نووية، خاصة في اتجاه دونباس زي ما قلت لحضرتك، من الجانب الروسي. أما ما هو أسوأ من ذلك، وهو ليس سقوط بوتين، ولكن سقوط دولة الاتحاد الروسي وتفككها، لأنها 200 عرق، 21 جمهورية،
في بينهم مشاكل معروفة، في غيرة شديدة بين الدول، في صراعات كامنة مش مملية بالمساحة الكاملة، وطبعا ده يعتبر مصدر قلق شديد للنيتو والولايات المتحدة، لأنها فرصة عظيمة للصين أنها تستغل هذا الموقف المجبرة عليه حتى أنها تدخل وتسوي الأوضاع من خلال الأعراق الصينية. فإذا الخيار النووي أنا أعتقد مازال موجود، مازال مفتوح، والدليل بسيط جدا، من يومين تقريبا أعلن بوتين أن قوة الردع النووي على أهبة الاستعداد. بلاقي دايما تصريحات متناقضة في هذا الاتجاه، إلا أن مؤشرات ودوافع الخيار النووي في رأيي مازالت موجودة، وهي ترتبط بسقوط الجبهة على دونباس. شكرا جزيلا لك يا دكتور على كل هذه التفاصيل والإيضاحات. اللواء الدكتور سيد غنيم زميل أكاديمية ناصر العسكرية، أستاذ زائر في الأكاديمية العسكرية الملكية في بروكسل. الشكر موصول يا دكتور باتريك بيوريخ، محاضر أول في الدراسات الاستراتيجية والدفاع في جامعة باث ومحلل سابق في الناتو. أيضا الشكر موصول لسيد غريغوري تروفمشوك، باحث في السياسة الخارجية والأمن والدفاع. شكرا جزيلا لكم ولوقتكم. اشتركوا في قناة الشرق للأخبار على يوتيوب لمتابعة آخر التطورات والأحداث السياسية. معي أنا ميرا شغازي.